السؤال الذي كان موجها إلى بوتين لم يكن عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما حول تنزيل صورة للزعيم النازي أدولف هتلر إلى موقع الفوج الخالد المكرسي للمحاربين القدامى في الحرب العالمية الثانية وحريات الإبداع. وقال الرئيس الروسي: دعونا نفكر في هذه الناحية من القضية، يجب علينا توفير الحرية بشكل عام، لأن مستقبلا محزنا ومملا ينتظرنا دونها، أي دون الحرية، لكن يجب الإدراك أن هذه الحرية تتناقض مع أي أهدافنا عندما نعبث بحرية شخص آخر. هل تمثل إهانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حرية للإبداع؟ لا أعتقد ذلك، وتستدعي مثل هذه الأمور ظواهر أخرى. وذكر بوتين بالهجوم الإرهابي الذي استهدفت فيه في 7 يناير قبل سنوات مجلة شارل إبدو، مقر شارل إبدو، وهو لم يذكرها بالاسم، بعد نشرها رسوما كاريكاتورية للنبي صلى الله عليه وسلم، مشددا على ضرورة منع السماح بحدوث مثل هذه ما سماه بالحوادث المأساوية. إنها آرتي، القناة شبه الرسمية الروسية. روسيا في آخر المطاف يضيف: روسيا متعددة القوميات والأديان، ونقص هذه الثقافة في البلدان الأخرى. وهنا نضيف عن الترجمة الحرفية: كان هناك انتهاك حرية الديانة والاعتقاد، وهو يشير إلى ما حدث مع الرسوم المسيئة للإسلام، قالها بالحرف. وأضاف: ومشاعر الذين يعتقدون بالإسلام، هناك تصرفات تطرفية، لقد اجتمع العاملون في الشبكات داخل روسيا وحرموا مثل هذه القضية. إن هذا ما أشار إليه تماما بوتين، وأضاف بأن الفوج الخالد، وهذا هو جوهر السؤال، والفوج الخالد هو حدث مدني ضخم بسميرتني بولك، وهو حدث ضخم في 9 مايو من كل سنة، وهي احتفالات ليوم النصر. وأيضا، وهذه مهمة جدا، فإن الفوج الخالد منظمة غير ربحية بهدف تخليد هذه الذكرى والعاملين في الجبهة الداخلية وأفراد القوات المسلحة وغيرها. هذا الفوج الخالد هو الذي أراد أن ينزل صورة أدولف هتلر، فهل هذا أمر مقبول؟ هذا لم يجب عنه إطلاقا بوتين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. بدهاء المعروف كان السؤال حول هتلر وحول تنزيل صورته في ما سمي في الفوج الخالد، فأصبحت الإجابة عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن الشبكات وغيرها، مما يعزز ما سمي بميثاق النشر في روسيا، والذي يعطي أهمية الميثاق المهني بهذا الخصوص، والذي لا يمس الأديان. هنا السؤال: المشكل ليس مع دين، السؤال كان حول هتلر، هل يمكن تنزيل صورته أم لا؟ هذه لم تكن الإجابة بالنسبة على الأقل لبوتين. والسؤال: هل يمكن للفوج الخالد أن ينزل هذه الصورة لهتلر أم لا؟ الإجابة غامضة. السؤال كان حول هتلر، فأصبح حول النبي صلى الله عليه وسلم وحرية الإبداع وغير ذلك، ونص أن الأمر يتعلق ببروتوكولات. لو نظرنا إلى الصيغة المنشورة الحقيقية، فأنه يشير إلى ما اتفقت عليه الشبكات ومديري الشبكات، يعني الأمر يتعلق بالناشرين، أي ميثاق الناشرين الروس، وهكذا يمكن حسم هذا الوضع. وهو لم يجب لا عن الفوج الخالد ولا عن هتلر ولا عن السؤال نفسه. فلماذا اختيار النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الظروف على وجه التحديد للإشارة إلى أمرين أساسيين؟ أولا، بأن روسيا متعددة القومية، وهذه رسالة للقرميين إلى جزيرة القرم، إلى تتار القرم، بأنهم محفوظو الدين، وأن روسيا متعددة الأعراق والأديان. ومهم جدا أن نصل إلى قضية
أن تعددية روسيا هي تعددية دينية متعددة الأديان، يعني الأمر لا يتعلق بروسيا الأرثوذكسية، وهذا شيء خطر للغاية. لقد كانت الإجابة لديها انعكاسات من داخل روسيا، فروسيا لا تريد أن تتقوقع كروسيا قيصرية باسم بوتين، وهذه إشارة أولى. الخلاصة الأساسية أن بوتين لا يريد بأي حال إلا أن يعطي الإشارة بأن ما يجري اليوم في القرن وخصوصا مع أوكرانيا، فعوض أن يذهب التتريون إلى أوكرانيا باسم الديمقراطية وباسم التعددية، فأيضا روسيا تعددية. الرسالة هي للتتر القرميين أو القرميين. على كل حال، فجزيرة القرم ومسلميها هي التي أرسلت لها الرسالة، وهذه هي شدة دهاء بوتين من جهة، لأن الإجابة لم تكن على السؤال وإنما أصبحت رسالة موجهة إلى المسلمين اليوم هناك في أوكرانيا، فكانت الإجابة كأنها تخاطب ود المسلمين خوفا من القول أن أوكرانيا تعددية لأنها ديمقراطية غربية. وبالنسبة لروسيا اليوم يعلن بوتين أنها ليست قيصرية وليست أرثوذكسية وإنما تعددية، وهذه متعددة الأعراق والأديان، ومجرد قول ذلك هذا يعني قفزة هامة للغاية. هنا يطرح سؤال: ما بعد بوتين إذن؟ سيكون الوضع تعدديا وستكون الانتخابات عادية؟ إذن هذه الشخصية ستكون استثنائية في جميع القياسات، وهكذا كأنه يبني دولة جديدة، الدولة الروسية الجديدة. وهذه هي الإشارة بالأساس أننا نحترم محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا، ولا يمكن جرح هؤلاء المعتقدين بالإسلام والمعتنقين له. وأشار إلى المعتنقين للإسلام ذكرا، وأشار إلى محمد اسما، وهذا يؤكد أن الرسالة التي قصد تماما منها فرنسا بأن ما تحلم به الثورة الفرنسية والقيم الفرنسية هناك قيم متقدمة ولن يفهمها الكثير، وهذا الذي أشار إليه بالحرف بوتين. إذا دهاء بوتين جعل من الديمقراطية الغربية تطرح السؤال: هل هي تعددية فعلا؟ هل لا تمس قناعات الآخرين؟ هل تحترم كل القناعات التي على الأراضي؟ خصوصا وأن فرنسا هناك مسلمين أو نسبة من المسلمين عالية، لكن بالنسبة لروسيا يجيب بوتين بطريقة مختلفة: نحن دولة تعددية. إنه سباق بطريقة أو بأخرى للقول مع الصين ومع قبول انتخابات هونغ كونغ أخيرا، وإطلاق الكتاب الأبيض للديمقراطية في الصين، وأيضا للتعددية والإيمان بالتعددية مع كسينجيانغ ومع مسلمي الإيغور والحكم الذاتي كأحد أصناف الإدارة الذاتية. أصبح واضحا أن الأمر أيضا بالنسبة لروسيا محاولة الوصول إلى التصالح مع تعددية روسية وتحويلها إلى دولة متعددة، في الوقت الذي سنجد أن بعض الديمقراطيات اليوم تصبح أكثر راديكالية. نرى اليوم بريطانيا ونرى أيضا فرنسا الكاثوليكية أكثر من اللازم، خصوصا في علاقتها مع النادي المسيحي في مقابل تركيا والعلاقات والتوتر مع تركيا وغيرها، وكل ذلك أيضا مع البوسنة والهرسك مثلا وهؤلاء المسلمين في هذه المنطقة. إذا هناك أزمة حقيقية في تعاطي الديمقراطية الغربية مع المسلمين في داخل أوروبا على وجه التحديد، وأيضا من خارج أوروبا مع الإسلام كدين. هذا الذي يرى اليوم كل من الصين والروس الإجابة عنه انطلاقا من حكم ذاتي للمسلمين في كسينجيانغ، وأيضا وهذا الأهم أن روسيا
ليست أرثوذكسية، وهذا مجرد أن يقول بوتين بأن روسيا ليست أرثوذكسية فهذه إشارة مباشرة أن الكنيسة الأرثوذكسية هي المهيمنة ولكنها ليست رسميا، وهذا شيء مهم. الدين ليس هناك دين رسمي للروسية، ما بعد الشيوعية ليس هناك دين رسمي للروسية. إن كان مثل هذا الوضع اليوم الذي يختلط فيه أكثر من حساب، خصوصا وأن الدهاء ذهب أصلا من هتلر إلى مدح محمد وترك انتقاد هتلر، لم يقل كلمة واحدة على هتلر، لم يقل كلمة واحدة على هذا التراث بالكامل، لماذا يمدح محمدا ولا ينتقد هتلر؟ هذا هو السؤال المحوري اليوم، لأنه لا يريد إثارة اليمين المتطرف، وفي نفس الوقت لا يريد بأي حال أن يجيب عن السؤال مع هتلر وغيره، وأن تكون الإجابة عبر محمد رسالة كما قلت لمسلمي أوكرانيا، وبالخصوص للكرم وللتتر الذين يحتاجون الآن إلى اختيار ما بين الغرب الذي يضمن حقوقهم التعبدية وغير ذلك، وما بين قوسين روسيا التعددية. هو لم يقل ديمقراطية، إنما قال نحن لدينا ما سمى روسيا التعددية. هذا هو المهم بالنسبة إليه، المهم أن لا تعلن الأرثوذكسية كمذهب كدين للدولة. ليس هناك دين للدولة وليست هناك كنيسة للدولة، وهذا شيء هام بالنسبة على الأقل للآخرين. اليوم كما قلت روسيا ليست أرثوذكسية، وهذا صعب قبوله بكل الأحوال، لكن على العموم فإن جميع التقديرات اليوم تذهب إلى أن بوتين لاعب السؤال، لم يجب على السؤال وإنما لاعب السؤال وأعطى الرسالة التي يريد، وهذا من دهائه، وهذا شيء واضح. لكن على العموم هناك تقدير آخر أن جميع ما يمكن القيام به الآن هو أننا أمام ترتيب حقيقي لتقديرين أساسيين: التتريين في مقابل الأوكرانيين، وهذا لربح التتريين على العموم وربح هذا الشعب المسلم، ومن جهة ثانية فإن التعددية التي يؤمن بها أيضا أردوغان ويلاعب بالعلمانية ويلاعب هذه الورقة والتعددية ولقاء اليهود والآخر، أيضا بالنسبة للطرف الآخر الذي يلاعب نفس الأوراق سنجد أن هناك لعب باسم التعددية، وهذا واضح. المسألة الثانية أو المقدمة الثانية هي أننا أمام ترتيب محسوب في هذا الخروج. هذا الخروج لم يكن عفويا، كان في هذه الرسالة، ولم يتمكن بوتين طيلا، لمن سمع كل لقائه لم تكن فيه رسائل مباشرة لداخل روسيا إلا من خلال هذا التعبير، خصوصا بالنسبة للحرب. نحن سنحمي هؤلاء أن يكونوا معنا، لأننا ببساطة دولة تعددية تقبل الإسلام كدين من داخل روسيا، ومجرد هذا الاعتراف بالإسلام، ليس بمعتنقي الإسلام وإنما بدين الإسلام واحترام دين الإسلام، فهذا تطور ملموس، ليس باتجاه الشيشانيين وإنما باتجاه التتريين هذه المرة، وهذا تطور في صناعة الدولة الجديدة أو الاتحاد الفيدرالي اليوم، وهذا مهم للغاية، لأن جميع الأديان اليوم تحترم في روسيا أكثر مما تحترم في فرنسا مثلا، وهذا هو الذي يريد أن يؤكد عليه بوتين. إن الديمقراطية التي تحترم الأديان هي روسية، وببساطة شديدة فهي اليوم في ليبيا، أيضا في سوريا، أيضا في مناطق مسلمة، وهذا واضح. إذن التهام القرم بشعبه هذا هو أهم ما يرغب فيه الآن، لذلك فالقرم اليوم هو أساس كل الرسائل التي يرغب في إيصالها خصوصا نحو الإسلام، ولذلك أخذ الرسول محمدا ليكون بمثابة رهانه اليوم في هذه الإجابة، لذلك لم تكن الإجابة أبدا على حرية الإبداع،
الأمر يتعلق مباشرة بتنزيل صورة أدولف هتلر في الفوج الخالد. الفوج الخالد في 9 من مايو كان ضروريا أن يكون فيه إنزال هذه الصورة، ومرغوب فيه أيضا أنه عندما يذكر شيئين مهمين جدا، أولا عدم تشويه رموز الاعتقادية وهذا شيئها. المسألة الثانية والشديدة الحساسية أنه وضع المؤمنين بنهج هتلر ضمن الاعتقادات أيضا، فهل هذا مقبول؟ هذا يرفضه الغرب بشكل كامل، لكن بالنسبة لي أيضا روسيا انطلاقا من تعددية فهي ترفض أن تمس الجميع تلك رموز تاريخية لمن آمن بها. فهل الأمر الآن بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم هل هو تاريخي أم الأمر يتعلق بدين باعتقاد؟ هذا هو. إن مجرد التمييز، وهذا يحسب لبوتين، إن مجرد تمييز النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه يختلف وأن هذه مسألة عقدية وأن مسألة معتنقي الإسلام ويجب احترام قناعات هؤلاء، إذا المسألة لم تعد هي رأي باتجاه رمز تاريخي أو رواية تاريخية، وهكذا يفصل بشكل كامل بين هتلر وبين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يتأكد معه أن الرسالة لمن أرادها أن محمدا هو الذي يمكن احترامه وليس رمزا تاريخيا. الأمر لا يتعلق بمثل محمد لأن هذا اعتقاد وفيه مسلمين وفيه دين، أما بالنسبة لهتلر فمسألة رواية تاريخية ورمز تاريخي لا أكثر ولا أقل ولو عند أنصاره. وهكذا يفصل ما بين الرمز الديني والرمز التاريخي، وهذه رسالة لمن يهمهم الأمر بأن تنزيل الصورة من عدمها هذا قرار يمكن أن يؤخذ من دائرة الإبداع بين قوسين، يمكن بأي حال تمريره في يوم النصر أو يوم 9 من مايو، ولا علاقة له بمحمد صلى الله عليه وسلم لأن هذا لديه شيء آخر مختلف للغاية، وهذا الذي أوصله بوتين بذكاء وهو يرسل رسائله وفي نفس الوقت يفصل ما بين الرموز التاريخية والرموز الدينية. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.